مرات ام. طب انا اشتي افهم الان، من عنده عند؟ تمام، بثبت البث المباشر. تمام، اهم شيء يوصل لكم الموضوع على الصفحات المزورة هذه. هل يعني كان لازم ان انا اثبت البث المباشر قبل ما اطلع يعني؟ اشتي دعوة. عندي صفحة في تيك توك، أيوة، بس ما أنزلش فيها لا بثوث ولا تحديات، وما أستخدمهاش بكثرة صفحتي في التيك توك. طبعا طبعا، أنا حاليا جالسة أحاول إن أنا أثبت صفحتي بالعلامة الزرقاء، أعمل على هذا الشيء، بس ما كنتش أنا متوقعة أن في ناس انتهازية أو استغلالية ممكن أنها تعمل على هذا الشيء، أنها تدخل تعمل صفحات مزورة أو تعمل مسابقات باسمي. والمشكلة إن إيش؟ المشكلة إن في عندهم صور ويأخذوا حاجات من صفحتي الرسمية اللي هذا الآن حاليا وينشروها بصفحتهم. اللي كلمني ثبت البث حاليا ايش؟ انا ما فهمتش ليش اثبت البث. ممكن انا اكمل البث معاكم وبعدين بثبتها عادي. اتمنى لكم التوفيق للجميع، والله اسلموا. الان انا اشتي افهم، الان انا طلعت بالبث، هل بلاقي الان نتيجة ان انا بلاقي بلاغات محترمة على الصفحة هذه؟ انا ممكن اعمل لكم بخل تحت رابط الصفحة هذه اللي أنا أصلاً من أمس وأنا أتكلم عليها، شامة بيضاء، ما هو رش روش، رشة رشة رشة، ما تدلعش رشة أصلاً، رشة كده من غير دلع. أيوة، يستغلوا الفرص. في ناس يعني أنا لا أنا مش فاهمة، يعني المشكلة إنه هو رجال، يعني لو هي بنت بنقول تمام، الرجال اللي فاتح هذه الصفحة ومعه متابعين يمكن فوق 75، أنا مش عارفة من وين مطلعهن. لا أنا ما فيش معي صفحة في السناب، أنا اللي معي هو البث، صفحتي في الفيسبوك هذه الوحيدة اللي مسجلة أشواق علي فقط لا غير. وهي تعتقد، وهي أصلا لو الناس اللي شاكة إنها صفحتي الأساسية ولا مش، بيشوفونها بتاريخ قديم. كل الصفحات اللي طالعة الآن طالعة بتاريخ جديد، فأكيد إنه مش أنا. راوية عمر، حيا راوية، وينش يا راوية؟ اطلعي اطلعي، لو انتي هلش موجودة هنا جنبي اطلعي.